سلمى، خلال الحرب على بلدنا للمجتمع الأهلي كان له دور كتير كبير بكل أطيافه، وبدأت المبادرات التطوعية تنتشر بكافة المحافظات السورية. بكل يوم مبادرة، مشروع تطوعي جديد وفكر جديد عم يطلقه الشباب السوري والأهلي. بعضهم تعثر وبعضهم كمل دون توقف، على الرغم من غياب الخبرة والتجربة، إلا أنهم تعلموا دروس من أنفسهم. أكيد نور، استطاعت هاي التجمعات بإمكانياتها البسيطة وأيضا الدعم المتواضع إلى أنه تتغلب على واقعها وتنطلق للعمل دون كلل أو ملل كما يقال. ونحن بحلقاتنا الخاصة بمحافظة اللاذقية عم نحاول نضيء على أغلب عمل المجموعات التطوعية والفرق الشبابية. أكيد سلمى، ضيوفنا لليوم شباب الحملة الوطنية السورية اللي بدأت في محافظة اللاذقية من 7 سنين، لنتعرف على نشاطاتهم وفعالياتهم. بيسرنا يكون معنا اليوم مروان سليمان، رئيس مجلس إدارة الحملة، ومهران غالية، أحد الجرحى الأبطال اللي بنفتخر فيهم دائما واللي استفادوا من الحملة. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم على شاشة الأخبارية. صباح الخير. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكم. رح نبلش معك مروان وناخذ هيك لمحة سريعة عن الحملة. بداية صباح الخير لكم، صباح الخير لكل سوريا الغالية، الرحمة للشهداء وإن شاء الله الشفاء لكل المصابين. شباب الحملة الوطنية السورية هو شباب تطوعي، مجموعة تطوعية غير تابعة لأي منظمة أو مؤسسة أو حزب أو لأي فرد. انطلقنا من الأزمة، وللأزمة دائما بنحكي لهي الكلمة ومنأكد على هيدي الفكرة، بنحاول نرسخها من الشارع السوري، من الشارع الساحلي اللاذقاني خلينا نحكيها بالعامية. كان انطلاقتنا بداية من دوار الزراعة، بقينا بأول سنة لمدة تقارب 8 أو 9 أشهر، كل يوم جمعة الساعة 5 كنا بتجمع بداية صغير، بعدين بلش شوي شوي الفكرة تتوسع وتنتشر أكثر أو تتعزز بالمقابل ضمن الشارع السوري. نعم. رح نكمل حديثنا أكثر ونتعرف عن الحملة، ولكن هلأ الساعة 10 تماما هو وقت موجز الأخبار. رح ننتقل لاستوديوهات الأخبارية السورية بدمشق نتعرف على أهم وآخر الأنباء على الساحة السياسية مع زميلتي علا أبو خضر. يسعد صباحك علا. يسعد صباحك سلمى، وشكرا لك. نبقى مع موجز لأهم وآخر الأنباء بعد الفاصل. أهلا بكم. أفاد مراسل الإخبارية في المنطقة الجنوبية بأن وحدات من الجيش العربي السوري استهدفت تجمعات الإرهابيين في بلدة الكرك بريف درعا وحققت إصابات مباشرة في صفوفهم، وتواصل وحدات من الجيش العربي السوري عملياتها لملاحقة فلول المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم داعش التكفيري في عمق البادية السورية، وكبدت إرهابي تنظيم داعش خسائر كبيرة في مناطق انتشارها على أطراف ريف دمشق باتجاه البادية. استشهد شاب فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مسيرات العودة بخان يونس جنوب قطاع غزة. من جهة ثانية، شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات في مدن عدة بالضفة الغربية واعتقلت 6 فلسطينيين خلال اقتحام مدن طول كرم وقلقيلية ورام الله وبيت لحم. أوقع الجيش اليمني قتلى ومصابين في صفوف مرتزقة الجيش السعودي خلال إحباط محاولات تسلل لهم وقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في جيزان. واستهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات قوات النظام السعودي ومرتزقته في موقعي الخقاقة والعبادية بعدد من قذائف المدفعية وحققت إصابات مباشرة. وفي محافظة الجوف دمر الجيش واللجان الشعبية آليتين عسكريتين على متنهما مرتزقة للعدوان السعودي الأمريكي. في خبرنا الأخير، انتقد وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني بشدة سياسات الإدارة الفرنسية بشأن المهاجرين ووصفها بأنها متغطرسة، وقال إن 650 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا بحرا خلال السنوات الأربع الماضية بتكلفة إجمالية تتجاوز 5 مليارات يورو. بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. عودة إليك سلمى.
شكرا لك زميلتنا علا ابو خضر من استديوهات الاخباريه بدمشق. اكيد نور كافيين فقرتنا لليوم مع الشباب والعمل التطوعي. اكيد قبل ما يبلش الموجز كنا بنحكي عن الحمله، قديش مهم انتم على مدار السبع سنين مستمرين بالعمل. البدايه كانت من اللاذقيه، عم تحاولوا يمكن توصلوا لاكبر عدد من الناس في جميع المحافظات السوريه. اكيد هو بحكم بانه يمكن في عنا عدد لا بأس فيه، خليني نقول موجود باللاذقية أو بالساحل، فكان ارتكاز عملنا هو موجود حاليا هون. طبعا لا يخفي الأمر بأنه بالمناطق الثانية أو بالمدن الثانية أي حدا ممكن يتواصل معنا، وبذات الوقت نحن قادرين بأنه نقدم ولو شيء بسيط لهدول الأبطال، فأكيد نحن على أتم الاستعداد. هو الموضوع موضوع تشاركي وموضوع واجب إذا بدنا نسميه، لأنه فعلا اليوم نحن من بعد سبع سنين أي حدا قادر بأنه هو يقدم ولو جزء جدا بسيط للوطن ولأبطال الوطن، فأكيد هذا واجب وحق عليه. كمان بدنا نرحب بالبطل الشهيد الحي مهران، تحكي لنا شوي عن تواجدكم أيضا مع الحملة. أول شيء يسعد صباحكم وصباح جميع المشاهدين جميع العاملين بلدي سوريا. أنا تعرضت لإصابة بأثناء قيامي بمهمة بمنطقة القلمون دير سيد نايم. أثناء التعامل مع أحد الألغام تم انفجار اللغم، مما أدى لإصابتي ببتر طرفين علويين وشظايا بكافة الجسم مع العينين والوجه. تم إسعافي لمشفى سيد ناير للعلاج الأولي. من هناك نقلوني على مشفى تشرين العسكري بدمشق وتابعت علاجي هناك بالمشفى. الله يسلمك. بعد ما تابعت علاج ضليت 20 يوم بالمشفى، بعدين خرجت من المشفى ونزلت على البيت. كملت حياتك بشكل طبيعي؟ حضرتك هلا عرفنا انك تجوزت كمان. ايه كملت حياتي بشكل طبيعي. انا طبعا بعد اصابتي تعرفت على صبي اسمها هلا زوجتي طبعا الان. نوجه لها تحيه. اكيد شكرا لكم. نوجه لها تحيه كثير كبيره. تعرفت عليها وصرت قابلها يعني بعد الاصابه. ضلينا فتره هيك، بعدين تمت الخطوبه وبعدين تزوجنا. طبعا عملت عرس جماعي بالعرس الجماعي بالشام بالداماروز، والحمد لله مبسوطين وعايشين. وصار عندي بنوتي هلا عمرها 8 شهور وعايش حياتي. الله يخليك. صحيح الوضع صعب ووضعي صعب شوي، بس الحمد لله يعني كفاين. الحياه بدها تمشي يعني، سوريا بكره بتضل احلى والبعد احلى. ما لازم نيأس، ما لازم نزعل، الحياه بدها تمشي. نحن بنستمد الامل منكم وبصمودكم، نحن دائما بنكبر. خلينا نحكي معك مروان، على مدار السبع سنين من الحمله قديش في نشاطات وفعاليات قمتوا فيها خلال هالسبع سنين؟ شو اكثر يمكن نشاطات او النقاط الاساسيه اللي ارتكزتوا عليها؟ دائما بالبدايه بيكون في مشاريع بتتوسع، يعني بيكون في مشروع صغير بيكبر شوي شوي بصير مشروع كبير. بتحاولوا يعني خلال الحمله عم تحاولوا توصلوا اكبر عدد من الجرحى، عم تكرموا الشهداء، في كثير من الفعاليات اللي قمتوا فيها. اكيد مثل ما كنت عم بحكي بالبدايه قبل الموجز بانه بدايه او انطلاقه عملنا او تواجدنا كانت من دوار الزراعه. بهيدي الاثناء انطلقنا لمقبره الشهداء كمان كعمل تطوعي، كانت بالمرحله اللي هي مجزره جسر الشغور، شهداء جسر الشغور، اكيد الرحمه لارواحهم جميعا. نحكي بشكل هيك سريع بنود عريضه، شغلنا بيتركز على اكثر من محور. احد المحاور اللي هو تواجدنا بالجبهات مع الابطال، عم نستمد قوه وعزيمه كثير كبيره من هدول الشباب. الفكره من الموضوع بانه نحن بس قادرين كمجتمع مدني واهلي انه نكون موجودين معكم ولو بالجبهه. يعني اكيد ارواحنا ووقتنا وكل حياتنا بترخص للشباب الموجودين بالجبهات، لانه فعلا هن انسلخوا عن حياتهم المدنيه والمجتمعيه والاجتماعيه والعاطفيه كمان لحتى يقوموا بواجبهم على اتم وجه. بس الاحتكاك معهم بشكل يومي او الاستمرار معهم من خلال نشاطاتكم وفعالياتكم، قديش فعلا بتستمدوا القوه منهم؟ قديش بيعطيكم مسؤوليه؟ يعني يمكن للحظه بتوقفوا بتقولوا تعبنا، ضاعت لنا نفس نشتغل طبعاً. بس لما تشوفوا هذا الصمود يعني قديش بتقولوا لا نحن مكملين، نستمد القوه منكم والصمود منكم. اكيد اكيد فكره كثير جوهريه واساسيه. نحن بالنهايه بشر، يعني كلنا الى حد ما شعرنا او حسينا بوقت معين بالتعب بالوهن بانه فعلا نحن لوين رايحين وبكره شو مخبالنا. ولكن مجرد انه نحن نكون مع مهران والكم الكبير من مهران الموجود بمجتمعنا اليوم، فهو اكيد هو اليوم مثال موجود معنا، ولكن في كثير شباب اكيد مثل مهران. اكيد بناخذ القوه
بناخذ العزيمه، بناخذ الاصرار انه نحن بكره بدنا نكمل، نحن اليوم شو اشتغلنا وبكره شو بدنا نكفي. باحد المرات خلال تواجدنا كنا عم نحكي عن الفعاليات ببنك الدم، كان في قبول من الابطال، فعلا كانوا شيء على العكازات، شيء على الكراسي، شيء على سند احدهم من الاقارب او الاصدقاء عم يساندون، فاجوا وهن بدهم يقوموا بحمله التبرع بالدم. بذات الوقت في جزء منهم وضعه الصحي ما بيسمح له ابدا بانه هو يتبرع، ولكن هن اصروا، الاغلبيه اصروا فعلا، اختلط دمهم بدماء الشباب الموجودين بالجبهات. الشق الثاني اللي نحن بنحاول انه نشتغل عليه تواجدنا بالمشافي احيانا بالقسم الاسعاف، في حال كان في احدى الجبهات محتدمه او بنعرف انه في ابطال مصابين رح يجوا على المشفى. بجهه ثانيه كمان اكيد حملات التبرع بالدم، متابعه الشباب بالبيت يعني او بالمشفى. نشاطات كثيره ومتعدده قمتوا فيها خلال هاي السبع سنين، رح نكمل حديثنا ولكن حنروح لنشوف صور توثيقيه عن بعض هاي النشاطات ونرجع. أوكي. نشوف نور صور للنشاطات. كمان بدي ارجع اتوجه للجريح البطل مهران، نحكي شوي هي المرحله بعد فتره الاصابه، وحتى الان اكيد مريت بشهور طويله من العلاج والعلاج الطبيعي، اعاده خلينا نقول الحركه، هي المرحله كثير صعبه، وجود الحمله الوطنيه بجزء من هي المرحله، قديش ساعدك، قديه قدم دعمك، خلينا نحكي عن وجودهم معك. طبعا انا بعد ما نزلت من الشام كفيت علاجي ضمن المحافظه، ضليت فتره يعني 5-6 شهور انه علاج للبتر، بعدين تواصلت مع الحمله الوطنيه الاستاذ مروان سليمان مشان تركيب الاطراف. طبعا يعني شكر كثير كبير له طبعا ولكل شيء ساعده بهالموضوع انه مشان تركيب الاطراف. تواصلت معه مشان الاطراف الصناعيه وصلنا ننسق مع بعض، والحمد لله يعني بفضل الله ركبت اطراف صناعي وصرت بقى يعني تعود عليهم. بدي احاول مثلا اي شيء يشتغلوا بالاطراف مشان مارس حياتي بشكل طبيعي يعني، والحمد لله رب العالمين يعني كان فتره قصيره ما طولت يعني تعودت عليهم وصرت مارس حياتي الطبيعيه بشكل عام. يعني حتى انه نطلع في عندنا فعاليات في نشاطات صرت اطلع انا يعني على مستوى انه انا صورت فيلم بالشام بدمشق، وفي عندنا نشاط اسمه كورال جرح الجيش العربي السوري كمان. يعني هالامور كلياتها عم مارس حياتي الطبيعيه فيها، ما عندي اي مشكله. اكيد بنتمنى انه تبقى بهي القوه والعزيمه، ونحن دائما مثل ما قلنا بنستمد القوه والصمود منكم، بنتمنى لكم التوفيق بجميع نشاطاتكم، مستمرين 7 سنين ان شاء الله يا رب على طول، نحتفل فيكم كمان 10 سنين ثانيات و20 سنه، يعطيكم الف عافيه. الله يخليكي، اكيد تحيه لكم، اهلا وسهلا فيكم باللاذقيه. تحيه لكل المتطوعين الموجودين على امتداد الجغرافيا السوريه. اكيد بتختلف السوريين. تختلف الاسماء ولكن الهدف واحد، انا اليوم موجود كشخص بس انا عم بحكي باسم كل المتطوعين اللي هن موجودين ضمن الحمله الوطنيه السوريه. اكيد شكرا لك مروان لتعاونك معنا، واكيد لوجودكم معنا اليوم، شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا لك.